السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. جمعة مباركة على الجميع يا رب، إن شاء الله يكون يوم مبارك على الجميع، اللهم آمين يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم المهندس أبو أنس النجار في اليوم المبارك دوت يا رب، ويسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. حياك الله يا أخويا، الله يبارك في عمرك، والله يجزيك الخير. أخويا أولا أنا بأسف ليك على التأخير. اول شيء انا بأسف ليك على التأخير، ربما ان تكون السؤال بتاعك من حوالي 3 ايام، ولكن احنا بس بناخد الاسئلة بالاولوية، تمام؟ وانا بأسف ليك بجد يعني. فيما يخص السؤال بتاعك، الله يبارك فيك، انك انت بتقول عاوز تعمل 100 كيلو عجينة بروتينية، وانك انت بتقول انك انت هتضع 70 كيلو سكر و30 كيلو خميرة لعمل العجينة دي. بتقول السؤال انك انت طبعا بتسأل على السؤال هنا، بتقول ان الخميرة دي هل هتكون متجانسة ولا نضيف لها مية مفلترة. وبعدين استفسرت برضو عن امر اخر، وقلت هل لو قمت بإضافة حبوب لقاح للخلطة، هي الخلطة ديت هيكون ليها فايدة للنحل، وكم المقدار اللي ممكن اضافته من حبوب اللقاح؟ وبتقول مع العلم ان حبوب اللقاح عندك غالية في السعر او في الثمن، يصل سعر الكيلو 10 دولارات. حياك الله اخويا، الله يبارك في عمرك، اخويا الله يجزيك الخير. للعلم بس اول شيء، انت لو عاوز تعمل في حدود 100 كيلو عجينة، فخد المقادير ديت واشتغل عليها. الله يبارك في عمرك. من 70 كيلو سكر الى 75 كيلو سكر، دي اول حاجة. يا ريت انت لو معاك ورقة وقلم تكتب المقادير دي. من 70 كيلو سكر لخمسة وسبعين كيلو سكر، اول حاجة دي. تاني حاجة، تضع ليهم 11 كيلو خميرة. لو هتستخدم خميرة جافة، يتم طحن الخميرة الجافة دي اللي هي الحبيبات، تكون مثل السكر الناعم. للتنبيه مرة تانية، الخميرة الجافة لو انت هتشتغل عليها لازم تنعم الخميرة الجافة، تطحنها مثلا في ماكينة القهوة او في ماكينة المطحنة الصغيرة، وتوصل النعومة بتاعتها لدرجة السكر المطحون. لو احد مش متوفر عنده المطحنة، ممكن يضع كمية مية قليلة، اقل من لتر، نقدر نقول نص لتر. طبعا انا اتكلم كمية المية اللي اتكلم عليها ديت للخميرة اللي نسبة كبيرة، كمية مية قليلة جدا، وتخلي المية ديت تكون سخنة بدرجة بسيطة، وتقوم ضايف ليها كمية الخميرة لو انت ما عندكش مطحنة، تكون حبيبات في كمية المية القليلة دي لحد ما تبوش، او نقدر نقول ان هي تلين معاك. ولكن يفضل ان يتم طحن الخميرة افضل، تمام؟ ده الشيء الافضل، تمام؟ محدش يستخدم الخميرة الحبيبات يحطها على السكر مباشرة ويقول ان هي هتدوب او يحصل لها عملية اذابة او تبوش. لا، او اتحطت على السكر مش هتبوش، مش هيحصل لها عملية اذابة، تمام؟ وبالتالي النحل مش هيستفيد منها بالقدرة الكافية، تمام؟ لابد بس التنبيه على الشيء ده. اخويا الله يبارك في عمرك، اللي انت هتقوم بيه كالتالي: هتجيب 70 كيلو سكر، طبعا انت عاوز تعمل 100 كيلو، انت عاوز تعمل 100 كيلو عجينه، تمام؟ فطبعا هتشتغل ما بين ال 70 وال 75 كيلو سكر، تمام؟ 11 كيلو خميره، عندك خميره جافه هتجيبها وتطحنها زي ما احنا اتكلمنا، عندك الخميره اللي هي خميره الخبز مفيش مشكله، تمام؟ هتحط على الكميه ديت 100 جرام كركم و100 جرام قرفه، لان احنا في العاده بنحط حوالي 10 جرام على 10 كيلو سكر، على 10 كيلو سكر بنحط عليهم 10 جرام كركم و10 جرام قرفه. فانت في المعدل العالي او المعدل الكبير اللي انت هتشتغل بيه ده، هتحط معدل 100 جرام كركم و100 جرام قرفه. هتحط نص لتر خل التفاح، نص لتر خل التفاح الطبيعي، تمام؟ هتحط في معدل 20 حبة ليمون بالقشر بتاعهم، بكل شيء تطحن ال20 حبة ديت في الخلاط
لحد ما توصلها لدرجة النعومة، وتقوم بعملية إضافتها. تمام. طبعا للتوضيح للإخوان اللي بتستمع لينا، إحنا في العادة بنعمل على 10 كيلو سكر حبتين ليمون، فأنت بالتالي لما هتعمل كمية تقارب من 70 كيلو أصبح هتحط العدد 20 حبة ليمون. في العادة إحنا بنحط الكركم والقرفة بنحط 10 جرام لل10 كيلو سكر. كميتك اللي انت تعملها اللي هي 70 كيلو، لما تيجي تحسبها هتلاقي تعمل معاك حوالي 100 جرام كركم و100 جرام قرفة. في العادة احنا بنحط حوالي 50 سي سي خل التفاح على 10 كيلو سكر. كذلك لما تيجي تحسبها على 70 كيلو هتلاقي ان هي عملت معاك نص لتر خل التفاح الطبيعي. دي بس توضيح للمقادير علشان محدش يقول ان المقادير ديت مبالغ فيها. لا. طيب هنرجع للسؤال بتاعك، وهو حبوب اللقاح. انك انت بتقول الكيلو عندك يصل سعره ال10 دولار، وتقول هل اضيف حبوب لقاح ولا لا؟ انا بقول لك ما تضيفش حبوب لقاح، انت ما تضيفش حبوب لقاح، اشتغل على اللي عندك ده. 11 كيلو خميرة زي ما انا قلت لك على 70 الى 75 كيلو سكر مع المقادير الاخرى اللي انا اتكلمت عليها بدون ما اعيد مرة اخرى، ما تحطش حبوب لقاح. لو متوفر عندك في المنزل حبوب لقاح ممن حلك واثق فيها ومتأكد فيها بنسبة كبيرة جدا ان هي خالية من اي امراض، ضيف، مفيش مشكلة. سواء عندك كيلو اتنين تلاتة ضيف، ولكن انك انت هتشتري، لا ما تشتريش. الخميرة هتقضي الغرض وممتازة. للتنبيه الله يبارك فيك، المقادير اللي انت ارسلتها لي انك انت قلت لي 30 كيلو خميرة مقابل 70 سكر، 30 كيلو خميرة كتير، 30 كيلو خميرة كتير، استخدم فقط زي ما انا قلت لك 11 كيلو وهتقضي الغرض معاك. تمام. ده فقط للتنبيه. عامة الله يبارك في عمرك، لو في اي استفسار في الشيء ده هتلاقي رقم الواتس الله يبارك فيك على الوصف، تواصل معايا وانا تحت امرك في اي شيء. تمام. بس هي دي المقادير اللي انا بقول لك عليها، واشتغل عليها. ما تكترش في الخميره، ما تقولش هحط 20 كيلو خميره، ما تقولش هحط 30 كيلو خميره، عشان ما يحدث معاك مشاكل في عمليه السيلان. تمام. فيما يخص موضوع الميه، موضوع الميه يتم اضافه ميه، ما تضيفش ميه غير لما تضيف السوائل. ضيف النص لتر خل التفاح مع الليمون اللي هيتم عصره في الخلاط وطحنه بالقشر بتاعه. هتقول طب القشر فايدته ايه؟ لا، القشر ليه فايده كتير جدا، فيها نسبه فيتامينات، القشر بتاع الليمون ممتاز جدا. بس نعمه نعمه، النحل بيستفيد منه واحنا شغالين على الشيء ده مش اول مره. تمام. عامه الله يبارك في عمرك، لو في حاجه وقفت قدامك او اي استفسار للضروره تواصل معايا على رقم الواتس الله يبارك فيك، هتلاقيه على في الوصف. تمام. اتمنى الله يبارك فيك تلتزم بالمقادير دي، ما تزودش شيء وما تضيفش اي كميه ميه. تمام. وانت عندك بتقول انك انت عندك العجان اللي هي الكهربائيه، ممتازه دي هتوفر عليك. تمام. دي هتوفر عليك في عمليه ان يتم مثلا عمل 50 كيلو او 60 كيلو او 70 كيلو، هتكون سريعه معاك وممتازه. تمام. فانك انت تضيف اي كميه ميه ما تضيفش الا بعد ما تضيف السوائل اللي عندك، الخل والليمون الاول، ولما تلاقيها محتاجة ضيف كميات بسيطة، كميات بسيطة يعني كوباية بكوباية، ما تضيفش كميات كبيرة، عشان كميات كبيرة العجينة هتكون معاك سايلة، وبعد ما تكون سايلة هتحتاج منك كميات سكر، وده ممكن يكون انت ما انتش عاوز تزود في كميات السكر. تمام. ارجو يكون وصلت لك الصورة. انا تحت امرك لو في اي استفسار والله يبارك فيك. وللمرة التانية انا بأسف ليك على التأخير، ويعلم الله ربما يكون في بعض المشاغل، ربما يكون في بعض أسئلة الإخوان بنجيب عليها بالأولوية. مشكور، شكرا جزيلا. السلام عليكم إخواننا حريم. طب أخوي فراس، إحنا في حل ثاني، نبردها نحطها في 24 ساعة، نجمدها على ناقص 18 زي اللحمة، نجمدها أسبوع زمان بصيرش. سلام. السلام عليكم إخواننا حريم، أخوي عمر. في حل سيدي، الحل كالتالي: هي بتموت لما تحط عليها السكر، لكن لما بأخذها النحل بتصير ببطن النحل تنشط. فالطريقة كالتالي: بتحطها بسطل زيت
بتحط عليها شوية مي، وبتحطها بطنجرة كبير فيها مي، بتحط 4 أحجار تحتيها وبتغليها حتى تبقبق. كيف يا عمر؟ عيد وراي، حتى تبقبق. هيك كتلت على درجة 70، درجة حرارة 70. هيك انت كتلت موتت، وحطها على خط حبل اللقاح وتوكل على الله وسلامتك. اخوي اخوي الله يخليها لمصر ان شاء الله. اخوي بيحكون الخميرة هاي اذا تدخل قال بالسكر قال تموت، ولما تخش بطن النحلة قال تنشط وتمرض النحل. الخميرة انا بدي استعملها خميرة مخابز، مش ميتة، خميرة حية، خميرة قيت المخابز انا استعمل، قيت الخبز. اخوي اخوي انصحني وسلام يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخوي عمر، الله يبارك فيك، وحيا الاخ المتحدث دوت. انا ما اعرفش اسمه ايه، فراس ولا اسمه ايه، عامه مش هتفرق معانا الاسم. الله يبارك في عمرك. الكلام اللي هو بيقوله دوت، انا بقول لك الكلام دوت مش صحيح. تمام، ازاي ان انا بعد ما اعمل العجينه، تمام، وزي ما بيقول يتم قتل الخميره في العجينه البروتينيه ونقدمها للنحل، ثم بعد كده تنشط في بطن النحل؟ جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده منين؟ يقول لك ما اعرفش، حطها في سطل وخليها تعمل ايه وما تعملش ايه. سيد الفاضل الله يبارك في عمرك، مش اول مره نقدم عجينه، والله العظيم ما اول مره. انا عامه انا مش بجبرك تعمل عجينه للنحل بتاعك بخميره وتقدمها او ما تقدمهاش. انا بقول لك على شيء احنا شغالين بيه، سواء انا شغال بيه في مصر، اخوه كتير شغالين بيه، وخلي بالك شغالين بيه ناس في الاردن عندكم كمان، احنا قلنا لهم على الوصفات ديت. تمام، وكل الكلام ده في الاصل جاي بناء على مين؟ جاي بناء على كلام مهندس ابو انس النجار رحمه الله عليه. تمام، كذلك شغال بيها الاخ قاسم غدار من لبنان، اخ ابو محمد من لبنان، اخ اكبر من البحرين، ما اعرفش هل انت تعرف الاسماء دي ولا ما تعرفهاش. الكل شغال على الشيء ده. مفيش حاجه اسمها ان الخميره او العجينه تنشط في بطن النحله مره ثانيه، او الخميره تنشط في بطن النحله، مفيش الكلام ده. ما هو احنا لابد نقول كلام نكون كلام متاكدين منه وواثقين منه، ده شيء ضروري، انما ان احنا نتكلم كلام زي ما بيقولوا كده مش عارفين بنقول ايه، فدي مشكله. الاخ اللي يتكلم يقول لك ان يتم قتل الخميره في السكر وبعد كده النحل ياخدها تنشط في بطنه تاني، ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ عاوزنا نصور لك فيديو من داخل المنحل؟ ها؟ انا من شهر 9 صورت فيديو، ربما يكون ارسلته لك الرابط بتاعه. وجود عجائن، ربما ان شاء الله 3 4 5 ايام هننزل عجائن للخلايا تاني. تمام؟ مفيش مشاكل من الكلام ده. ما احنا لابد بس نخلي بالك، الله يبارك في عمرك، مش اي كلام نسمعه نصدقه، مش اي كلام نسمعه نصدقه. عندك حبوب لقاح من منحلك واثق ان ما فيهاش امراض، قدمها لنحلك، ايه المشكله؟ تمام، بس انا بكلمك انا عن نفسي وعن شخصي. تمام، انا بستخدم الخميره عندي رقم واحد، لو حبوب لقاح عندي متواجد انا مش هستخدمها. تمام، ولان الخميره مش عامله لي مشاكل. انما فيما يخص الاخ اللي يتكلم يقول لك ان الخميره يتم قتلها عن طريق السكر وبعد كده النحله لما تيجي تستهلكها تنشط في بطن النحله، بفضل الله اللهم لك الحمد ولك الشكر، ما فيش ولا زحف نحل ولا مرض ولا اسهال بسبب العجينه دي. تمام، خش انت على الرابط اللي انا نشرته على اليوتيوب. تمام، شوف التعليقات، هل في واحد علق قال لك ان النحله عندي حصل له مشاكل ولا حصل له اسهال ولا حصل له مرض؟ تمام، عاوزني اجيب لك ردود من اليمن من بلدان عربيه اخرى بيقول لك ان احنا استخدمنا العجينه البروتينيه اللي متكونه من الخميره ودت نتائج. لابد نفرق ما بين الكلام الصح والغلط، مش اي كلام يتقال نصدقه. تمام، انا ما اعرفش الاخ اللي بيتحدث دوت منين، من الاردن ولا منين، بس كلامه مش مصدق يا اخويا عمر الله يبارك فيك. ازاي ان بعد ما النحله يتم تستهلك العجينه او النحل يستهلك العجينه الخميره تنشط في بطن النحل تاني؟ جاب الكلام ده منين؟ انا بكلمك خلي بالك، انا ولا دكتور ولا بروفيسور، تمام، ولا استاذ، انا راجل بشتغل في الميدان من ارض الميدان من المنحل. تمام، وعملت الشيء اللي انا بكلمك عليه ده ربما بدل مره 10 و20 و30 و40. تمام، وافادنا به ناس كتير في الموضوع دوت بناء على زمان قلت لك قبل كده، بناء على رحمه الله على المهندس ابو انس، وما فيش شخص جه اشتكى شكوى واحد فيما يخص الموضوع ده، وانا اتحمل مسؤوليه كلامي. تمام، طبعا يكون العجينه البروتينيه المركبات بتاعتها او التركيبه بتاعتها بدون زي ما بيقولوا كده بدون
اقولها لك ازاي انا عشان تفهمها بس، بدون حاجات ملهاش لازمه. يعني ما تجيش تقول لي انا احط مثلا صويا واحط دقيق واحط واحط واحط، لا كده انت بتجيب مشاكل. انا الكلام بتاعي والحديث بتاعي والرابط اللي انا ارسلته لك، قلت لك خميره، سكر مطحون، ليمون، خل تفاح، قليل من الكركم وقليل من القرفه، وشكرا، مع طبعا عصير الليمون الطبيعي، وشكرا. وانا مسؤول عن العجينه دي، مش اول مره نعملها، تمام؟ وفي الاول وفي الاخر الاختيار يرجع لك، انا مش عايزك تكون مجبر ولا مخصب انك انت تعمل عجينه، انت اللي تعملها وتقدمها لخليتك عندك في الاردن مش انا، تمام؟ ولكن كن حريص، مش اي كلمه تسمعها تصدقها. وانا بقول لك اعمل عجينه بطاطا ولا عجينه عدس ولا عجينه جوافه ولا تفاح زي اللي بنشوفها موجوده على اليوتيوب، انا بديك عجينه موثوقه، تركيبه موثوقه، مش بقول لك اعمل عجينه مقاومه للنزيمه الصيرانه زي ما بنشوف في الخارج. انا ماليش دعوه انا بشغل الشو، شغل نقدر نقول الناس اللي بتخترع وتتفلسف، انا ما بعمليش في القصه دي. واصله لك؟ مشكور، شكرا جزيلا. اخوي كيفك، شو اخبارك؟ انا عمرو اردن. اخوي الخميره هاي بحكوا كويسه، بس بعد ما النحل ياكلها لما تخش بالمعده النحل يقول لك النحل يمرض وموت، لان هاي الخميره تنشط معده النحل. شو رايك؟ انا بدي اعتمد رايك انت مش راي غيرك. انت استعملت الخميره هذه ونجحت معك وكويسه، فبعد ما تخش بطن النحله شو رايك؟ قاعد يقول حمصها، حمصها قبل الاستعمال، لان هاي الخميره فيها جراثيم حيه. هاي الخميره قيت ايش؟ المخابز، قيت الخبز. هلا اخوي كيف حالك، شو اخبارك؟ انا اتصلت مع دكاتره بالنسبه لموضوع الخميره واستعمالاتها، بحكوا لي لا، فاذا لطف منك تصور لي هو محطوط الخميره على النحل، لانه ما اقتنعوا ودكاتره حكيت معهم، فبدي اذكر اسماء الان دكاتره اتصلت معهم، شايف؟ وما اقتنعوا. فانا اذا هات تكرمت يعني لما تصور تحط بالنحل العجينه هاي احكي لي. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوي عمر الله يبارك في عمرك، انت بتقول انك انت تواصلت مع دكاتره وقالوا لك لا، خلاص قالوا لك لا، ما تشتغلش على الخميره يا اخوي عمر، ما تشتغلش على الخميره. ارد عليك اقول لك ايه؟ انا ارد عليك ان اقول لك الدكاتره اللي في الوطن العربي بيشتغلوا بيها؟ ارد عليك اقول لك ان الدكتور ناصر باسيوني داخل جمهوريه مصر العربيه رجل ليه اسمه وقيمته العلميه، تمام، نصح باستخدام الخميره؟ ده لسه من 4 ايام تكلم على الموضوع دوت وقال لك لابد يتم تنزيل عجائن بروتينيه في الخريف. اقول لك ان رحمه الله عليه المهندس ابو انس النجار اوصى بالشيء ده. يعني انا اقول لك ايه بجد؟ يعني الدكاتره مين اللي انت بتقول عليهم دول؟ دول دكاتره في تربيه النحل ولا عامل دكتور وخلاص؟ ما لو عامل دكتور وخلاص وجاي يتفلسف علينا، ما مش بتاعت انا الكلام ده. بتقول لما تروح المنحل صور لي، انا ما عنديش مشكله ان انا اصور، وانا كده كده موجود في القناه اصلا كذا مره اصور وموجود فيديوهات نازله وانا بضع العجينه للنحل. ولكن من كلامك انت شاكك ومتخوف. انا هضرك في ايه؟ ثم انا هاخد منك فلوس ولا انا فاتح مصنع عجينه؟ انت سالتني سؤال، انا دلوقتي عندي في منطقه الاغوار في الاردن عندي النحل تعبان، قلت لك اعمل عجينه بروتينيه، حبوب اللقاح او الخميره، قلت له خلاص هجيب خميره، وانت بتروح تسال واحد قال لك الخميره هتنشط العجينه اللي بعد ما تقدمها للنحل، الخميره هتنشط في بطن النحل والنحل هيمرض ويموت. بيجيبوا الكلام ده منين؟ انا عاوز افهم بيجيبوا الكلام ده منين. ثم انا قلت لك التركيبه ومكونات العجينه اللي انا تكلمت عليها، قلت لك دي على مسؤوليتي الشخصيه كمحمد المصري، تمام؟ التركيبه اللي انا قلت لك عليها ومكونات، قلت لك سكر مطحون، خميره، خل تفاح، ليمون، قليل من الكركم والقرفه بس. ما قلتلكش بقى احط بطاطا ولا عدس ولا بتنجان ولا ملفوف ولا الشغله اللي الناس قاعده تشتغل فيها العك ده، انا ما قلتلكش الكلام ده. ثم انت مش عايز تعمل عجينه خالص، ما تعملهاش، انا مش جبرك، انا مش جبرك، انا ما عليا قدمت لك نصيحه وقلت لك امشي بالتعليمات ديت وعلى مسؤوليه الشخصيه. تقول لي في دكاتره وما فيش دكاتره، دكتور ما فيش مشكله، لاحترامه وتقديره، بس يتكلم كلام صح
ثم بعد كده يجي يناقشنا. دكتور مش عارف حاجة ولا ما. انت ما ذكرتليش اسماء اصلا للأسف يعني. دكتور مين اللي يقولك الخميرة تموت نحل وتعمل بتاع ده؟ دكتور ده دكتور ايه ده؟ دكتور بشري ولا دكتور ايه ده؟ ما هو دكاترة كتير، فاحنا لابد ان احنا نقول كلام صحيح لما ما نتكلمش. انت متخوف ما تعملش، خلي بالك انت لو متخوف وحطيت عجينة نحلك هيموت. ليه؟ لانك انت مرعوب وخواف. تربية النحل عاوزة قلب جامد، ولكن على شرط تكون واثق من المعلومة اللي انت بتاخدها. هل انا هديك معلومة خطأ؟ يا اخي اجيب لك اسماء عندكم من الاردن شغالين على العجينة؟ اجيب لك اسماء؟ اجيب لك فيديوهات؟ انا مش مطالب اجيب لك الحاجات دي كلها، خلي بالك انا مش مطالب اجيبها لك، مش مطالب ان انا اثبت لك. انت مش عايز تشتغل على عجينة ما تشتغلش، مش عايز تشتغل على الخميرة ما تشتغلش على الخميرة، تمام؟ يعني بجد، لان انا الامر ده استفزني، استفزت بجد. تقول لي دكاتره وبيقولوا بتاع، والاخ اللي يقول لك حط الخميره في قدر من الزيت وخليها تبقبق، ده جاب الكلام ده منين؟ هو جاب الكلام ده منين؟ هو انا بعمل سمبوسه ولا بعمل اكل؟ ايه الاختراعات اللي بتتقال دي؟ الخميره الله يبارك في عمرك، لما بيتم وضعها مع السكر، مقدار السكر العالي بيموت الخميرة مباشرة، تمام؟ وبالتالي النحل لما بياخدها ما بيحدثوش أي مشاكل. أسألك بالله يا أخي، هل لو الخميرة بتسبب أمراض في العجينة والنحل بيموت، أنا هقعد أتكلم فيها وهشتغل بيها في منحلي؟ هو للدرجة دي أنا مجنون؟ لابد نكون عندنا عقل يا أخي. زعلش مني من الكلام اللي أنا أتكلمه، أنت كشخصك لكل احترامك وتقديرك، ولكن الكلام اللي انت تتكلمه دوت، او تقول ان في دكاتره تقول ان النحل هيموت من وضع الخميره داخل العجينه، انا مع الاحترام ما اعترفش الدكتور يقول الكلام ده. انا عن نفسي ما اعترفش الدكتور يقول الكلام ده. دكتور مين يقول الكلام ده؟ اذكر لي اسماء، اذكر لي اسماء بالنص ده قال الكلام ده. معظم الدكاتره في الوطن العربي بتوصي بيه. الدكتور عبد الرحمن بخمس قال لك في وقت الشح استخدم الخميره. مهندس ابو انس رحمه الله عليه، دكتور نصر بسيوني، الدكتور خالد الاشهب جمهوريه مصر العربيه، اقول لك مين تاني يعني؟ انا خلي بالك مش مطالب اديك الاسماء دي كلها واقول لك الناس دي كلها، بس انا بحاول ارد عليك وافهمك. مش كل كلمه تسمعها، تمام؟ اصل انت دلوقتي عندك تشتت في الافكار. طالما انت عندك تشتت في الافكار، بتكلم محمد المصري تاخد منه معلومه وتروح تسال واحد تاني تقول له صح ولا غلط، تمام؟ يبقى انت ما انتش هتمشي ومش هتتقدم. انت مش هتتقدم، تمام؟ انا اديتك عجينه مركباتها موثوق منها، وقلت لك دي بناء على تعليمات ناس كتير شغاله بيها، واحنا اشتغلنا بيها ولقينا نتائج. انت ما انتش مقتنع، دي حريتك الشخصيه، انا ما بجبركش، انا ما بجبركش، ولكن انك انت تقول ان الخميره تنشط في بطن النحل والنحل يموت والنحل يمرض والنحل يزحف ده وجهة نظرك انت الشخصية، انا ما اقتنعش بيها. تقول لي دكاترة في بتقول الكلام ده، اذكر لي اسماء الدكاترة دي. وقول لي الدكتور ده تخصصه ايه اصلا؟ هل تخصصه تربية نحل؟ اديني اسماء في الوطن العربي تقول الكلام ده. اصلا دلوقتي بقى كل واحد خلي بالك يتكلم في ملف صوتي بقى دكتور. كل واحد بيطلع يتفلسف ويخترع. احنا شايفين ناس كتير صراحة في الميدان تربية النحل متطفلة على الميدان، احنا شايفينهم. تقول لي ما تروح تنزل عجينة في المنحل تصور لي. انا خلي بالك لو انت متابع لاخوانا على القناة او حتى على الواتس او اي مكان، لما بيطلب مني عمل معين فيما يخص المنحل واصور له فيديو، انا ما بتأخرش، ولكن بيكون لهدف ان هو يستفيد ويتعلم. انما انت هدفك دلوقتي ان تشوف محمد المصري بيقدم عجينه نحله هيموت ولا ما يموتش عشان تروح تعمل زيه؟ ده انا مش مطالب ان اعمل لك الشيء ده. ما تشتغلش على العجينه خالص، ما تعملش خميره خالص، ما تعملش عجينه خالص، خلي نحلك كده، تمام؟ لان ده مش شيء ده اصلا. تروح مين اللي بيقول لك حط الخميره في قدر من الزيت وخليها تبقبق وتعمل، وانت تقول له حطها في الثلاجه في المجمد؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انا عايز افهم الكلام ده انتوا جايبينه منين؟ خلي بالك انا بكلمك ولا بروفيسور ولا دكتور ولا استاذ،
انا راجل نحال اشتغلت في تربية النحل وعندي خبرة من الميدان، وجلست في كمية اساتذة ودكاترة داخل الوطن العربي في مناقشات في محاضرات عدة. فلما باجي اتكلم معلومة انا عارف المعلومة اللي انا بتكلمها ديت تمام، ان كانت صحيحة ولا خطأ. لو خطأ مش هتكلمها، اقول انا معرفش، لو خطأ اقول الله الاعلم. انما لما اكون انا متأكد منها وسمعتها في مناقشات سابقة مع رحمة الله عليه مهندس ابو انس او دكتور محمد عمر او دكتور علي البراقي او الدكتور خالد الاشهب او مين تاني من الدكاترة، والدكتور عبد الرحمن بخمسة، دكاترة كتير يعني، انا بدون ما انسى احد بس عشان انا حضرت مع ناس كتير وياما نشرنا للناس دي كلها، ولا حتى الاستاذ حسن حسين من كردستان العراق. يعني انا صراحة مش مطالب ان انا ابرر لك كل ده، انا مش مطالب ان انا ابرر لك كل ده، ولكن بجد دي تاني مرة انت تعمل افكار خطأ. تتذكر المرة الاولى برضو جيت قلت احنا بنكافح الفروة بوضع الملح، ملح ايه اللي هتحطه في التغذية ويكافح فروة؟ في كلام لابد يكون كلام عقل، وفي كلام بيكون بيضر الناس. على العموم بدون ما نطول في الحديث، اتمنى توصل رسالتي دي وانا هنشرها على اليوتيوب، خلي بالك، لاي دكتور يقول لك ان الخميرة بتموت النحل او يحدث زحف النحل او يحدث امراض للنحل، ويجي يتكلم معايا ويتناقش معايا انا شخصيا. مشكور، شكرا جزيلا.